هاي صبايا، أنا سارة. إذا عندك معاناة مع ترهلات الذراعين، اليوم وصلتي لهذا الفيديو لأني أمك رضيانة عليكي حرفياً. من خلال تعليقاتكم ومكالماتي ومحادثاتي مع مشتركات نيومي، لما يشرحوا لي عن وضعهم وطريقة الذراعين لما بشوفها عندهم، فعلياً وحرفياً بحاول قدر الإمكان أنه صمم التمارين الأكثر تأثيراً على الإطلاق لشد ترهلات الذراعين. واليوم بهذا الفيديو بعد هذا التمرين، إذا بضل في عندكم ترهلات بالذراعين أنا حسكر قناة اليوتيوب تبع سارة بوفيت، إذا وعدتوني إنكم تلتزموا بالبروتين بالحرف الواحد، لأن إذا ما أخذتي بروتين معناها كل شغلك راح على الفاضي. إذا ما عندك أوزان جيبي قليلتين مي، وإذا ما عندك مي جيبي أوزان مشان الله هي كيلو كيلين وثلاث كيليات. أوكي، فتحنا دورنا لورا. دائما بيكونوا تعليقاتكم فعليا وحرفيا مصدر إلهام لإلي بكل شيء. كل شيء بقدمه كمحتوى بيكون مصدر إلهام انتو وتعليقاتكم، لذلك بحب فيدكم الإفادة القصوى، لأني البنت اللي بتقضي وقت حتى تشوف الفيديو وتكتب تعليق بحترم وبقدر هذا الوقت، وبحب إني أقدم لها الإفادة القصوى من كل شيء ممكن تحتاجه المرأة. والصراحة تمارين القسم العلوي من أهم ما تحتاجه المرأة، حتى أحياناً أكثر من القسم السفلي، لأن الذراعين هن المنطقة يلي بيصير فيها ترهل بشكل سريع. قد ما كانت البنت فيت بتلاقيها بيصير في عندها ترهل، لأن هون نحن ما كتير منحرك الذراعين مثل المشي على الرجلين يلي بيخلينا دائما نحركهم، بينما الذراعين في وقلة الحركة كمان بتبطئ الدورة الدموية، فبتصعب إنه توصل الدورة الدموية لفوق على الذراعين، فبيصير عندكم ترهلات واستيلوليت. أوكي؟ يس، برافو. أول يا حلوتي، المفروض إنه نحن نرخي جسمنا شوي على الحيط بهي الطريقة، شوي صغيرة. الكوع ملزوق، على فكرة ملزوق بالحيط، رأسنا مستقيم، الكوع ما يرفع على الحيط، ونرفع 1 عمهل نزلي، 2 عمهل نزلي، بلشي بالوزن الثقيل يلي عندك، 3 عمهل، 4 برافو، 5 6 7 8 فخورة فيك 8 7. بدي اياك تحسي بالمقاومة، إذا كان الوزن خفيف حاولي تنتقلي للثقيل، ولما يصير صعب عليكي انتقلي بعد للخفيف، ما في مشكلة. 4 3 2 1 برافو. هلا بدي اياك تثبتي هون يا حلوتي، هون، وتنزلي شوي صغيرة وترفعي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. صدقوني بنات، قد ما حاولنا نحن انه نقوي الكتلة العضلية وبالاخص الترهلات الشديدة، المفروض انه نحن يا اما فعلا نجي بتمارين بوزن الجسم، يا اما تجيبي اوزان تحطيهم عندك بالبيت، جدا مهم. هلا بدي اياكي يا حلوتي تركزي بهي الطريقه معي. اوكي، الايد هاي هون، اوكي، ما بدي ايدك تجي لقدام، خلي الكوع ورا. اوكي، 1 عمهل، 2 3 4 خفيف الوزن، جيبي وزن اثقل، 7 8. شوفي اهم شيء فعلا تفرديه تماما، شوفي مو هيك نص، لا استخدمي كل المدى الحركي. اخر 6 رجعي الكوع لورا، 5 وانت ضاغطه هيك بالدمبلز، 4 3 2 1. هلا بدي اياكي تثبتي يا حلوتي، بتميلي شوي لقدام، لساتنا رافعين الكوع، 1 2 3 4، بعرف والله بعرف، 6 7 8، فوق فوق ارفعي الكوع، شايفته عم ينزل؟ ها ايوه، 9 10، وريحي الطرف الثاني فورا ورأسا، سندنا الكوع هيك اول شيء لفوق، 1 2
بدي تشدي كل عضلة بالذراع. شدي وانتي عم ترفعي، شدي وانتي عم تنزلي، حسي بالتقل. ياس، برافو عليكي. خدي نفس وعطي. 7 8. ضغطي هيك بالدمبل هون مشان الإشارات العصبية توصل أسرع. يس، كمان 6 5 4 3 2 1. ميلنا شوي للأمام. 1 2 3. برافو عليكي. أرجوكي لا تملي، أرجوكي أرجوكي أرجوكي، هذا التمرين إلك. الصيف قرب، الصيف قرب يا حلوتي. الشتاء ما بقى يخبي هدول الترهلات. 5 4 3 2 1. ريحي 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 ريحي. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. هلا بدي اياكي بهي الطريقه، اوكي؟ ما كثير تفتحي على العريض، عم نفتح ايدينا هون بالضيق، اوكي؟ عالضيق الكوع. شوفي الركب كل ما قربتيهم لقدام كل ما سهلتي الحركه، كل ما رجعتي الركب لورا كل ما صعبتي الحركه، اوكي؟ بقى انت ومستواكي اللياقه البدنيه بالرياضي. فانا اهم شيء اول شيء ابلش انه انا كتافي فوق ايدي وبنزل 1 2 3. في ناس ما بيستخدموا الذراعين وهن عم ينزلوا، على فكره بيستخدموا الظهر لحتى يساعدهم يرفعون. لا، انا الظهر عايفته، الظهر مريح. تخيلي مثل الست المدلله، ما بدنا نعذبه بهي الحركه. 7 6. استخدمي الذراعين يا حلوتي. 5 4 3 2 1. يس 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 يس. هلا بقى بدي اياكي تنزلي شوي صغيره وتثبتي هون. 10 9 8 7 6 5 4. نزلي. 3 2 1. برافو عليكي. المجموعة الثانية رأسا وفورا. نفس، الكوع قريب على الحيط. 1 2 3 4 5. يعني ممكن بهذا التمرين ما نستمتع، ما يغلي دمنا، ما يصير وجهنا أحمر، لكن بنستمتع كتير لما بتحس هيك خطوط الذراعين بلشوا يظهروا، صح؟ وبالأخص إذا كنتي لابسة شي شيال أو حفر، يعني الأنثى جمالها بذراعينها، صح؟ كمان 4. فعلا شدي، لا ترفعي الكوع من على الحيط. أيوة هيك، قربيه على الحيط. برافو. 2 1. ثبتي هون عندك، ثبتي الوزن، ثبتي، بعرف تقيل. 1 2 3 4. شدي الكوع على الحيط. 9 10. كمان 5 4 3 2 1. وريحي نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. هلا بنرجع مرة تانية لهي الوضعية. ايدنا هون. 1 2. رجعي الكوع لورا، رجعي لورا. 3. عم نزله لتحت على فكرة، لأسفل الرقبة، وبرفعه لفوق. 5 6. يا سلام عليكي. 7 8 9. I love you. 10 5 4. شدي، لا تمرجحي مرجحة، المقاومة مش مرجحة،
المقاومة مش مرجوحة، المقاومة كأني حيط عم تدفشي، خزانة تقيلة عم تدفشيها. برافو عليكي، ها الله هيك انت عيني. واحد، قربي شوي لقدام، خلي كوعك فوق راسك. 1 2 3. على فكرة أنا ضغطة على الترايسبس. 5 6 7، مو مرجحة. 8 شدي. 9 10، كمان 5 4 3 2 1. وريحي الطرف الثاني رأسا وفورا. 1 2 3. برافو، لا تمرجحي، رجعنا المرجحة. شدي يس، ومدي يس. 6 7 8 9 10 5. شدي. 4 شدي. 3 شدي. 2 شدي. 1 ميلي للأمام. 1 2. لا تنزلي هيك الكوع، ها خليه فوق. ايوه. 3 4 5 6 7 8 9 10، كمان 5 4 3 2 1. وريحي، برافو عليكي. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، ونستعد للجولة. لا سوري، نستعد لسه في عنا البوش اب، ما منعرض ايدينا هيك، لا مو هيك. اوكي، خلي ايديكي عالضيق عالضيق حسب الدراسات، يعني اكثر تأثيرا بعضلة الصدر والترايسبس اللي هي الذراع الخلفي. إذا عملتي الذراعين على الضيق، شوفوا مو الدايموند مو الألماسة، على الضيق. أوكي، خلي الكوع جنب الصدر. طبعا عم بدي رجع شوي الركب مشان صعب الحركة. 1 عم بنزل بإيدي ظهري مثل الست المدللة اللي ما بدها تشتغل شغلة، والإيدين هن اللي عم يعملوا كل شيء. مو ترجعي لورا، لا خليكي فوق وانزلي، خليكي فوق وانزلي. يعني في منهم هيك بيرجعوا هيك، لا انا بدي اياكي تضلي فوق وتنزلي، تنزلي تماما وترفعي تماما مشان نشغل الصدر بنفس الوقت. 7 برافو، هلا حسيتي فيهم صح؟ 8 9 10، كمان 5 4 3 2 1. وثبتي تحت، لا كمان 5، ايه صح، ثبتي تحت، ثبتي 10 9. ثبتي، ارجوكي بكل ما لي كلمه من هنا. 5 4 3 2 1. يس، اي لاف ذس. يس، اخر جوله واخر تمرين على فكره صبايا، اخر جوله. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. 1 2 3. تحت تماما، فرديون. 4 يس فرديون. 6 7 8 9. ممكن التمرين تحسي هيك ما كتير شيق، ويمكن ترجعي لي ويمكن ما ترجعي لي، بس صدقيني بعد شهر من هذا التمرين ومع التزامك بالكمية الكافية من البروتين اللي هي 2 ضرب وزن جسمك، يعني إذا وزنك 50 تاخدي 100 جرام بروتين باليوم أقل شيء، صدقيني راح يجدوا ترهلات بإذن الله.
بس تستخدمي الأوزان الصح وحسي بالحريق بالعضلة. اوكي 1 2 هلا انا عم بعمل 16 عدة، بس انت ايمتى بتحسي انه ما عاد فيني ساره ما عاد فيني؟ اتس اوكي وقفي. اوكي بس عن جد يكون ما عاد فيكي. 1 2 3 4 5 شدي الكوع على الحيط تماما. 8 9 10 وريحي نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. تذكري انه هذا اخر مجموعة. 2 3 4 5 6 7 8 I love it. 10 اضغطي هون اضغطي فيقية للعضلة نايمة لأني. 4 3 2 1 ميلنا شوي للأمام ومدينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ميلي 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 فعل كوع. 5 4 3 2 1 ريحي الطرف الثاني. 1 2 3 4 ميلي 5 6 7 8 أرجوكي ميلي 9 ارفعي الكوع كمان. 5 4 3 2 1 وريحي نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. آخر تمرين بهاي المجموعة، آخر تمرين يا حلوتي، تمرين سريع لذيذ مهضوم، يعني كتير مهضوم. حطي ايديكي على الضيق على الضيق، ايوه على الضيق، رجعي الركب شوي لورا. الظهر الست الأميرة المرتاحة اليوم، الذراعين هن رح ينزلوا ويطلعوا. 2 وارفعي هيك تماما لفوق. اوكي 3 ارفعي لفوق. 4 قبل ما تدقري الكوع بالأرض ارفعي. 5 6 7 راسك دائما عم ينزل وبيطلع بين ايديكي، لا ترجعي راسك لورا، خليه دائما بين ايديكي. 8 9 لا تفتحي كوعك على العريض، خليه قريب على جسمك. 10 5 4 3 2 1 ثبتي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yes 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 I love it. هلا يا حلوتي ختامة مسكن وعنبر، بدي اياكي بس دقيقة تكوني معي، بقول لك دقيقة مشان تعرفي انه انا بس بدي اياكي دقيقة. يلا يا حلوتي 1 2 3 4 5 بدون 5 الأوزان الخفيفة هالمرة. شوفي الكوع ما بعرف فيكي تعملي هيك بس ما يصير ضغط على الكوع، سوري على الكوع، نقول المعصم خليه مستقيم. اوكي قد ما فيكي جسمك خط مستقيم، رقبتك خط مستقيم مع جسمك، البطن جوا هايبر اكستنشن. كملي معي ارجوكي لاني هي ختامه مسكن وعنبر. بتعرفي ختامه هي حرفيا مسكن وعنبر فوق. I know يلا يا حلوتي رح نخلص شوي تانية. 7 6 5 4 3 2 1 وريحي. يا سلام عليك يا ام السوس، يا سلام عليك، أشوها نغم وخيال.
نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. ليش مالك حاطه مخده تحت ركبك؟ ليش؟ روحي جيبيها وحطيها تحت ركبك. ما بدنا الركب. ها انت حاطه، اوكي انت حاطه، بس هي ما لها حاطه، شايفتها؟ حطي مخده تحت ركبك، ما تكسلوا صبايا. نفس، يلا مجموعة الثانية. 1 2 3 يس، جو جو سايرة، جو جو جو. طبعا في كتير بنات بلاقيهم هيك عم يعملوا هيك بالمعصم. لا المعصم ثابت، ميلي جسمك للأمام ونزلي وارفعي الذراعين بشكل مستقيم. راح نص الوقت على فكرة، اتس اوكي، تحملي رقبتك، مو ترفعي هيك كتافك، نزلي كتافك تماما، برافو عليكي. يلا 20 ثانية، قلت لكم ختامة مسكون وعنبر. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وريحي ريحي 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 ريحي. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. اخر مجموعة واخر تمرين، هي الهايبر اكستنشن، اعتبروها العلماء من اقوى التمارين اللي بتساعد على شد ترهلات الذراع الخلفي. لذلك ارفعي يا حلوتي. نفس نفس نفس. I know، والله وانا كمان حاسه فيكي تماما، حاسه فيكي، بس لا تسبيني، حبيني ارجوكي. 20 ثانية. Oh my goodness يا سارة، شو عملتي فينا؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وريحي ريحي 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 ريحي. نفس عميق من انفك وعطي من تمك، اعملي لها شوية اطالة، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. Oh my goodness I love this exercise، I love this exercise. حرفيا 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 حرفيا. الطرف الثاني، ما ننسى صبايا بعد تمارين المقاومه ناخذ كميه البروتين المناسبه دائما وابدا لحتى ما تضيعي تعبك على الفاضي. سو عزيزاتي هذا كان كل شيء لليوم، اذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي لايك والاشتراك بالقناه اذا كنتي مشاهده جديده. بحبكم كثير، بشوفكم بعدين، باي.